السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بتاعت كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كارت المعايدة، ده شكله جميل جدا وينفع تعمليه توزيعات العيد، تعملي منه كتير وتوزعيها على أصحابك وقرايبك، وطريقة سهلة جدا. ويلا نبدأ نشوف تتعمل إزاي. هحتاج في الخروف علامة غرز والعينين اللي هحطها للخروف وخيط أبيض، والخيط الأزرق ده ممكن تستبدليه بأي لون أنت عايزاه، ممكن تستخدمي لون أسود أو بني أو أي لون. وهحتاج ابره مقاس 2 1/4. هنعمل اول حاجه عقده البدايه، بعد كده هنعمل سلسلتين عشان نشتغل الدايره، وهنشتغل في السلسله الثانيه عمود بلفه، وبعد كده هنكرر 15 عمود بلفه كده. اول عمود اقعد اشتغل لغايه ما يبقى عندي 15 عمود بلفه هنا، بعد ال 15 عمود بلفه تبقى بالشكل ده كده. هاجي عند اول غرزه واقفل فيها منزلقه بالشكل ده، وبعدها ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. ممكن لو انت بتتلخبطي تعلمي اخر غرزه من الدور دي قفلنا في المنزلقه، فتعلمي اخر غرزه وبعد كده هنرتفع 3 سلاسل، وفي نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه منزلقه نفس المكان ده هنعمل فيه عمود بلفة كده، 2 عمود بلفة في نفس المكان. هنحسب الـ3 سلاسل دي عمود بلفة، بعد كده نكرر نشتغل في كل غرزة 2 عمود بلفة. هنعمل تزايد في كل غرزة من 15، هيبقى عندنا الدور 30 ده، هيبقى عندنا الدور الثاني 30 غرزة. ندخل في كل غرزة ونعمل تزايد، بعد كده بعد ما خلصت الدور وصلت هنا عند اخر غرزه، هاجي دلوقتي واقفل عند، شايفين الـ3 سلاسل ديت، انا هقفل في اول عمود بلفه، يعني هتجاهل 3 سلاسل واقفل في اول عمود بلفه غرزه منزلقه بالشكل ده. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وادخل في نفس المكان اللي انا ارتفعت فيه السلاسل بالشكل ده، واعمل عمود بلفه وما كملهوش للاخر، كاني بعمل تناقص. هسيب حلقتين على الابره والف تاني وادخل في الغرزه اللي بعدها والف واطلع من حلقتين بالشكل ده، بعد كده الف واطلع من اخر 3 حلقات بالشكل ده، وبعدها اعمل 3 سلاسل 3، واقفل في الغرزه اللي بعدها منزلقه، وكمان في اللي بعدها منزلقه، وهقعد اكرر النمط دوت لنهايه الدور. ان انا اول حاجه ارتفع 3 سلاسل كده 3، وبعدها هدخل واعمل تناقص اطلع من حلقتين، هيبقى عندي حلقتين على الابره بالشكل ده، الف وادخل في الغرزه اللي بعدها واطلع من حلقه، وبعد كده الف واطلع من حلقتين والف واطلع من اخر 3 حلقات، بعد كده 3 سلاسل 3، واقفل في الغرزه اللي بعدها، دي الغرزتين اللي فيهم العمود، في اللي بعدها هقفل منزلقه شكل ده، وفي اللي بعدها كمان منزلقه، وهقعد اكرر النمط ده لنهايه الدور. اشتغل 3، وبعدها في الغرزه اللي بعدها اعمل تناقص عمود بلفه، وبعدها 3 سلاسل 3، في الغرزه اللي بعدها منزلقه، في الغرزه كمان اللي بعدها منزلقه، واكرر لنهايه الدور. وصلت عند اخر الغرز، عملت منزلقتين 2 منزلقة هنا، بعد كده هعمل 3 سلاسل 1 2 3، وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل تناقص عمود بلفة بالشكل ده، وبعدها 3 سلاسل 3، والغرزة اللي بعدها منزلقة، وبعدها منزلقة. بعد كده علشان اقفل الفراغ اللي هنا هدخل في الـ3 سلاسل اللي هنا ديت، ادخل في السلسلة دي واقفل منزلقة، وكده اكون قفلت الشغل بتاعي. فهعمل سلسلة واقطع الخيط، فلو اتبقى عندك غرزة مش مشكلة. هنعمل منزلقة في 3 سلاسل وننهي الشغل بالشكل ده، بعد كده هخيط الخيوط الزايدة ديت،
هبدأ دلوقتي أشتغل في رأس الخروف، هستخدم اللون الثاني وأعمل عودة البداية، وهشتغل أول حاجة سلسلتين، واحد اثنين، بعد كده هدخل في السلسلة الثانية واشتغل 15 عمود بلفة زي الجسم بالظبط، فهشتغل 16 عمود 15 عمود كده واحد، وهقعد أعمل 14 عمود بعد كده هقفل في أول عمود بغرزة منزلقة، بعد كده هشوف الراس كده الراس فهكبرها شوية، فهشتغل الدور اللي بعده سلسلة وأدخل في نفس الغرزة اللي أنا قفلت فيها منزلقة وأعمل فيها غرزة نص عمود وأكرر النمط، أشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود لنهاية الدور، وصلت عند النهاية هقفل في أول غرزة نص عمود، هقفل فيها منزلقة بالشكل ده، هتبقى شكل الراس عندي بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أشتغل في الودان، فهعمل أول حاجة 4 سلاسل، 1 2 3 4، وأشتغل في الغرزة في السلسلة الثانية منزلقة، يعني أنا أول حاجة عملت 4 سلاسل ودخلت في السلسلة الثانية، هعمل أول حاجة منزلقة وبعدها غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو بالشكل ده، بعد كده الغرزة اللي هنا اللي بعدها بعد هنا اشتغلت 3 سلاسل، في الغرزة اللي بعدها في المنزلقة بالشكل ده، فهتبقى ودن الخروف عندي بالشكل ده كده. اشتغل في الودن الثانية، فعندي 6 غرز اشتغلها حشو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبعد ما اشتغلت الأربعة هشتغل 4 مش 6 بالشكل ده، أنا شايفة إن كده مناسب، فأنت لو عندك ممكن تشتغلي 6 وتشوفي إن الجانب الودان بقى في الجانب المقابل، فأنا شايفة إن احنا نشتغل هنا 4 بس. بعد كده هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، واشتغل في السلسلة الثانية منزلقة وبعدها حشو وبعدها حشو وبعدها في الغرزة اللي بعدها منزلقة بالشكل ده، وبعدها سلسلة وقطع الخيط، وطبعا انضف الخيوط دي. هنشتغل دلوقتي في رجل الخروف، هتبقى بالشكل ده، انا عملت واحدة وهطبق دلوقتي معاكم التانية، فلازم نعمل رجلين، نعمل اول حاجة عقدة البداية ونعمل سلسلتين وندخل في السلسلة الثانية ونشتغل 6 غرز حشو في السلسلة الثانية، هدخل فيها واعمل 6 غرز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في آخر غرزة الغرزة السادسة، بعد كده أسحب علشان ميبقاش فيه فراغ في النص، بعد كده هقفل منزلقة في أول غرزة حشو، هقفل منزلقة وأرتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل، وأدخل في السلسلة الثانية وأبدأ أشتغل منزلقة لنهاية السلاسل اللي أنا اشتغلتها، يعني هشتغل 5 منزلقة كده، 2
الغرزة التالتة وي دي الرابعة آخر واحدة الخامسة عامل فيها منزلقة، وبعد كده هشتغل منزلقة في الغرزة التانية بتاعت الدور التاني هنضيف فيها منزلقة كده وأعمل سلسلة وأقطع الخيط وأنضف الخيط ده وخيط البداية. بعد كده الخروف هيبقى بالشكل ده كده، هثبت الأجزاء دي كلها أنا هلزقها، فممكن أنت تخيطيها بس يعني اللزق أسهل، وأنا هلزقها بلزق الشمع كده. بعد ما لزقت أجزاء الخروف لزقتها بلزق الشمع وحطيتها على كارت معيدة بالشكل ده كده، ممكن تحطيها بالشكل ده أو تجيبي شوكولاتة وتلزقيها عليها الخروف ده، شكله جميل جدا، وتوزعيها في العيد. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم وتطبقوها وتبعتولي تطبيقاتكم على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.